بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أحب أبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. محاضرتي بعنوان جدولة الأدوية في رمضان، معكم الدكتور الصيدلي أسامة البياوي من مستشفى الهيئة الملكية. إن فعالية الدواء وسميته تتأثر وتتغير بحسب موعد تناولها، وذلك بحسب العمليات الحيوية والفسيولوجية في جسم الإنسان، وباعتبار أن تناول جرعات الدواء أثناء شهر رمضان محصور ما بين الفطور والسحور، لذا يجب إعادة النظر في مواعيد جدولة الدواء. فمثلا الأدوية التي تأخذ على جرعة واحدة يوميا يمكن جدولتها أن تأخذ مرة واحدة يوميا، إما عند الفطار أو السحور. أما الأدوية ذات جرعتين يوميا يمكن جدولتها أن تأخذ مرتين، مرة عند الفطور ومرة أخرى عند السحور. أما الجرعات المتعددة 3 مرات أو 4 مرات يوميا ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي لإيجاد بدائل مناسبة تأخذ مرة واحدة أو مرتين. الأدوية غير مفطرة في رمضان مثل قطرات العين أو قطرة الإذن أو غسول الإذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ منه إلى الحلق. أيضا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ منه إلى الحلق. أيضا المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ منه إلى الحلق. أيضا الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوردية باستثناء السوائل والحقن المغذية، وما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالأدهان والمراهم واللصقات الجلدية. أمثلة على بعض الأدوية في رمضان مثل المضادات الحيوية، هناك بعض المضادات الحيوية ممكن أن تأخذ مرة واحدة يوميا، وهي تأخذ عادة إما عند الفطور أو عند السحور، وبعض المضادات تأخذ مرتين يوميا، لذا ممكن إعادة جدولتها عند الإفطار وعند السحور. أما المضادات الحيوية التي تأخذ 3 أو 4 مرات يوميا يجب استشارة الطبيب لإيجاد بدائل مطابقة لها يتم تناولها مرة واحدة أو مرتين. أدوية القلب والضغط، قد يتمكن المصاب بارتفاع ضغط الدم الصيام إذا تناول أدويته بانتظام، بحيث يتم تعديل أوقات الجرعة في شهر رمضان، وينبغي على هؤلاء المرضى تجنب المملحات والمخللات والإقلال من الملح في الطعام. معظم أدوية القلب تعطى مرة واحدة أو مرتين يوميا في خلال الأيام العيدية، وبالتالي لا نحتاج إلى تعديل جدولتها في شهر الفضيل. أما الأدوية التي تأخذ 3 أو 4 مرات يومياً فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على بدائل بنفس المفعول. هذه بعض الأمثلة على أدوية القلب عادة يأخذ مرة واحدة أو مرتين يومياً. أدوية السكر، هناك نوعان من الأدوية التي تستخدم لعلاج مرض السكر. أولاً الأنسولين، يستطيع المريض تعديل أوقات حقن الأنسولين كما يلي: إذا كان المريض يحقن جرعة واحدة يومياً تكون هذه الجرعة قبل الإفطار بربع ساعة. أما إذا كان المريض يحقن جرعتين يومياً تكون الجرعة الأساسية قبل الإفطار والجرعة الأخرى قبل السحور. النوع الثاني من الأدوية المستخدمة في مرض السكر الأقراص المخفضة للسكر، ويمكن جدولتها كالتالي: تكون الجرعة الأساسية قبل الإفطار، وعلى المريض مراجعة الطبيب لتحديد مدى الحاجة إلى جرعة أخرى قبل السحور. هذه أحد الأدوية التي تستخدم لمرض السكر، تأخذ مرة واحدة يوميا قبل الإفطار، ولا داعي لتغيير جرعة الجلوكوفاج أو منظم السكر، وذلك لأنها لا تسبب انخفاضا في نسبة السكر، فتأخذ مرتين يوميا، عادة تأخذ بعد الإفطار وبعد السحور مباشرة. أدوية الصرع، أغلب أدوية الصرع تأخذ مرة واحدة يوميا لأنها طويلة المفعول، لذا يمكن جدولتها أن تأخذ مرة واحدة عند الفطور أو السحور. وبعض الأدوية ممكن أن تأخذ مرتين مثل هذا الدواء، يمكن جدولتها أن تأخذ مرة واحدة يوميا، بعد الفطور وبعد السحور. أدوية الأزمات الصدرية، البخاخات الصدر، غالبا البخاخات الصدر تأخذ بختين مرتين مثل سيمبيكور،
وبالتالي يمكن جدولتها أن تأخذ بختين بعد الفطور وبختين بعد السحور، وبعضها تأخذ بخة واحدة يوميا، وبالتالي يمكن جدولتها أن تأخذ إما بعد الفطور أو بعد السحور. أخيرا، هذه أهم المواضيع المتعلقة في الأدوية وجدولتها في رمضان، وأتمنى من الجميع إذا كان هناك أي سؤال متعلق في الأدوية وجدولتها مراجعة الطبيب أو الصيدلي في المستشفى، ونتمنى لكم صياما مقبولا وكل عام وأنتم بخير.